في اتصال هاتفي يبين ما حصل. ابو كاتم حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. ابو كاتم تسمح لي اتقدم بس فريق كلام اليوم تسمح لي انا يرى انك ظالم اليوم. تسمح لي انا اللي اتكلم. تفضل ابو كاتم، انت وش في القريه؟ ابدا من اللي عندك اول شيء. منصور وعلي وحاتم. منصور وش تقول انت قبل شوي؟ كلنا نقول ان القرار ظالم، مو بس منصور. كنا نقول يا ابو كاتم كلكم كنا نقول يا ابو كاتم اوفر الشباب بحاجه ياكلون يشربون. يا ابو كاتم ابو كاتم ابو كاتم انت راس انك صاحب القرار، بس اللي اتخذته ترى جدا جبار. مو شغلك ابو كاتم. مو شغلك. لا لا لا، ليش شغل؟ لنا شغل ابو كاتم. لا لا، انت قبل شوي تذكر سامي وتذكر الانتاج، ما اسمعك تذكر احد. لا اذكر. اسمعني، ما خلصت كلامي انا. طيب حتى ما خلصت. مشرف القريه انا، اتخذ القرار مثل ما اشوفه. اوفر يا ابو كاتم. اوفر غير ومالك شغل. طيب ابو كاتم، ابو كاتم انت عليك تجي في كلام اليوم ايوه تنتقد الفقرات. ابو كاتم، ابو كاتم اسمعني، ابو كاتم انت صاحب الصلاحيه في القريه. اجحاف وانه ظلم وانه الكلام هذا انا ما ابغى اسمعه. ابو كاتم، ابو كاتم انت صاحب الصلاحيه في القريه، هذا ما نختلف عليه. طيب بس حنا نقول صاحب الصلاحيه استخدم صلاحياته يعني طغى في استخدام صلاحياته. انصحت العباره، طغى في صلاحياته، صح ولا لا؟ أيوة. خبز يا ابو. طيب. كاتب يبغون خبز. يا مخرج هذا قرار تسمعه الحين. لا لا دقيقه اسمع دقيقه اسمع، اسمع لا تكثر الكلام انت وياه. لا لا، القرار اللي يصدر الحين ان الكاميرا تنشال عنهم وتصير على المتسابقين في لوكيشنات معينه، وكلام اليوم تنتهي الفقره الحين، ووريني من صاحب القرار كذا اوفر ومن صاحب الامر ومن اللي يصدر. الحين ما اعرف ايش اسوي. الحين سوي انا متعلقين الحين. قفل البث. تحرك ولا قفل البث. قفلوا كلام اليوم نذيع. الحين رجع. ايوه رجع. قال قفل كلام اليوم. قال قفل خلاص يطلعون برا كلام اليوم. لا حول الله.